مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في حلقة هذا اليوم نذهب بكم إلى مصر، مصر الكنانة، مصر العروبة، مصر التي خرجت شعراء تنفسوا هواءها وشربوا ماءها وظلوا أوفياء ليس لوطنهم فقط وإنما لعروبة كاملة لا تزال تعلق عليهم الكثير من الآمال. من مصر ضيفنا عبر سكايب الشاعر الدكتور سيد عبد الرازق. دكتور سيد، أهلا بك في بيت القصيد معنا. أهلا بك سيد الكريم، أهلا بك بقناة الرافدين وبكل الجمهور الحبيب. أشكرك. يعني لو بداية وقبل الذهاب إلى تجربتك الشعرية والحديث فيها وقبل الاستماع إلى ما أعددت لنا من نصوص من المؤكد أنها شائقة ورائقة ترقى إلى مسامع الكثير من المشاهدين الذين يتوقون إلى الاستماع إلى تجربة شعرية مصرية عالية ولها ما لها، أريد أن أسألك في البداية دكتور سيد، ما الأثر الذاتي الذي تبحث عنه من وراء ما تكتب سواء في الشعر أو المسرح الشعري أو غيرها من أشكال الكتابات الإبداعية والأدبية الأخرى؟ تفضل. أؤمن بداية أن للأديب دور في مجتمعه، للأديب أن يكون فاعلا وأن يكون متعاملا مع محيطه، فكتابتنا للشعر وكتابتنا للمسرح الشعري وغيره هي محاولة أولا لرصد الواقع، محاولة أيضا لبث روح جديدة من خلال ما نكتب في أجيال ربما تفتقر إلى ما اكتسبناه من معلمين وأساتذة كبار، فنحاول أن نصل إليهم بمثل هذا مثل هذه الكتابات. أيضا ربما نكون لنا دور في تغيير المفهوم الجمعي حول الحياة، ربما الذي مرت به بلادنا في الفترة السابقة أدى إلى إحباطات كثيرة لدى الكثيرين، لكننا نحاول أن نرسم شيئا من البهجة وأن نحاول أن نلبس الأرض شيئا من ثوب الطهر بعدما علق بها من البارود والدماء. نعم دكتور سيد، يعني وأنت صاحب تجربة واعدة ومتعددة في أشكال إبداعية أدبية مكتوبة مختلفة، لو أردت أن أسألك عن تجربتك الذاتية فيما يتعلق بالتأثير، ما هي طريقتك الخاصة بالتأثير بجمهور متابعيك الذين يؤمنون بالكلمة السامية؟ هل هناك طرق معينة تقودك إلى التأثير بالناس انطلاقا من تجربتك؟ حدثنا تفضل. يمكن من خلال نادي أدب قصر ثقافة أسيوط ونادي أدب أسيوط المركزي أقوم بمثل هذا الدور. لاحظت أن الكثيرين من شباب الكتاب الآن ربما في الصعيد بشكل عام أو في بعض قرانا أو بعض مدننا المحيطة بأسيوط يكتبون بشكل عفوي، فحاولت من خلال نادي الأدب أن أقدم العديد من المحاضرات حول النحو وحول العروض وحول الشعر بشكل عام من شكل قراءات مختلفة، قراءات نقدية وقراءات في الشعر والعروض والنحو، مما أكسب هؤلاء الشباب بعض التأثير، يعني ربما تعلموا كيف يضبطون الكتابة على القواعد سواء كانت القواعد العروضية أو القواعد النحوية، ربما تفتحت أذانهم لشعراء لم يكونوا قد سمعوا بهم من قبل. ربما حينما سافرنا كثيرا واحتكفنا بمجتمع الشعراء أدى ذلك إلى أن نلتقي بعدد كبير من الشعراء على مستوى الوطن العربي، هنا في الصعيد ربما لم يكونوا قد سمعوا بهم بشكل كبير، نقلنا تجارب هؤلاء الشعراء الكبيرة والمؤثرة حقيقة إلى جيل من الشباب وصغار المبدعين ربما يؤثروا في حياتهم بشكل عام فيما هو قابل، حيث يجتمع لديهم الكثير من الخبرات التي ربما كانوا سيأخذون وقتا طويلا للحصول عليها. أعتقد أن هذه هي الرسالة التي حاولت إيصالها. أيضا استغللت بيتي في أن أصور مثل هذه الفيديوهات التعليمية وأن أبثها عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي أستطيع أن أصل من خلالها إلى أكبر جمهور ممكن، وكان التفاعل الحمد لله يعني طيبا وأثره جيدا في نفوس هؤلاء المتلقين من الشباب. نعم، إذن أنت ترى أن التأثير يتخلق من خلال إعطاء من حولنا من محبي الشعر والراغبين بالانفتاح على هذه العلوم الأدبية الحياتية الإنسانية السامية، إعطائهم الكثير من الوقت
الأخذ والتلقي. بين الأخذ والتلقي صقلت تجربة الكثير من الشعراء ومنهم أكيد الدكتور سيد عبد الرازق. سنأتي بعد قليل على المزيد من الأسئلة، ولكن خذنا إلى أولى القصائد التي ستقرأها علينا في هذا المساء الجميل من بيت القصيد. تفضل دكتور سيد، لك المنبر والكلمة. شكرا لك أيها الأحب مصطفى. القصيدة الأولى التي سأبدأ بها هي قصيدة بورتريه. نعم. ما الشعر؟ قال العارف المستوثق: أرق على أرق ومثلي يأرق. من فوضويته يخلق مارقا، والشعر لو كتب الحقيقة يمرق. عبث مجازي يقطر حكمة، وكذوبه في العالمين مصدق. نافورة رقصت على أنغام بوتشيلي، ونار تحرق أغود بروميثيوس، فبدل دربه ولعله ما زال ربا يسرق. كبد أبت نقر الظلام، وكلما نقرت بها أوجاعنا تتمزق. في سيكولوجياه اضطراب دائم، وجع رزين وانتشاء أحمق. طفل أمام الشمع يثني زنده، ليرى الجدار ذراعه تتعملق. دكتاتورية شاعر فوق البياض، يصوغ ما شاء الخيال المطلق. جوع إلى الأضواء أو لحبيبة، لو أسقطت سحر النصيف ستشرق. تتمسج الكلمات فوق ضلوعها، ليثور جسم بالفضيلة مرهق. أو لابتسامة طفلة عربية، رضعت حليب الحرب ليست تنطق. في القلب ما يكفي الرثى، لكنما يا معجم الأحزان بحكي أعمق. يا صخر والخنساء شيخ طريقة بين الرثائيين، ماذا حققوا؟ نحن الهرائيين نجلد ذاتنا في مازوخيتنا السياط تموسق. وجع إرادي، لأن مصيرنا بمصير هذه الأيقونات معلق. نحن انتهازيون نطلق حبرنا كاميرا تصور ما يريد المطلق. فالوردة رأة تحد سافر للموت، مقبرة افتراس موثق. لغة مؤجلة، سلام عاجز، بنت تضيع، وثورة تتفتق، حسد نسائي، سرى أسطورة، أصداء معجزة، سلاح بيدق. نحن المرابون الذين تنبؤوا، شعر النبوءة ثدينا المتدفق. من خلف مكتبنا نسوق أبحرا للعالمين، ونشتهي أن يغرقوا. نحن البدائيون عصرنة الأنوثة لا تليق بشعرنا إذ يشبق. نحن اختصاصي الجمال لواقع من غيرنا يبدو كئيبا ينعق. لولا مباضعنا لمرت كل فاتنة بلا ذكر، فلا تتملق. ولما تمادت في اكتشاف مكامن خلف القميص تأزها إذ تورق. لولا فحولتنا غدت عذرية الأشجار تمنع عاشقا يتسلق. ولما خرجنا من ثياب زماننا نجلي بصيرتنا، نخوض نهرطق. نحن ابتكاري التناقض، ربما نسق تشظى أو تشظ ينسق. نحيا بكيمياء مشوشة، فكل خلية فيها انفصام مقلق. قراؤنا هم مكيافليون أيضا، يعبرون خلالنا كي يعتقوا. حتى إذا عبروا ضفاف قصيدة نظروا لها فتصوفوا وتزندقوا. هذه العلاقة يا قصيد
غريبة، لكنها رغم الغرابة تعشق. لكنها والله منكم تعشق دكتور سيد لافضة فوك. أسأل الله لك العمر المديد والشعر الجميل دائما. وعلى ذكر العمر دعني أسألك، كيف يمكن للشاعر أن يعيش فوق موته؟ حينما يكتب ما يخلده. وكيف يمكن أن يكون هذا؟ أولا لابد أن يعرف الإطار الذي سيكتب من خلاله. نحن لا نكتب اعتباطا أخي الكريم، هناك رسالة، هذه الرسالة لابد أن يؤمن بها ولابد أن يؤثر فيها. نعم. هذا الإطمار الذي اختاره لنفسه، نحن لا ننأى عن قصائدنا، لا ننأى بقصائدنا عن محيطنا ولا عن عروبتنا ولا عن قضايانا الكبرى ولا عن الذي يشغل الإنسان بشكل عام، بدءا من استيقاظه حتى نومه، بكل معاني هذه الحياة التي تترجم داخل القصائد. حينما يجد المتلقي أن الشاعر يعبر عنه وعن يعني قدراته وعن ألاكه وعن إحساسه، كل هذه الأمور تدعو لتخليد هذا الشعر، بالإضافة إلى أن يكون الشاعر متملكا للأدوات التي تمكن فنه من أن يعيش. نعم. دكتور سيد. كتب فضل. نعم نعم نعم. في هذا الإطار نكتفي، ولكن دعني أخذك إلى سؤال مختلف قليلا. باعتقادكم، في حال وفرة رسالة يعني يشترك بها الكثير من المثقفين والأدباء، الكثير من قادة الرأي في مختلف دول العالم العربي والإسلامي بل وفي شتى أصقاع الدنيا الممتدة التي نعيش بها، هل يمكن مثلا أن تتعارض هذه الرسالة التي يشترك بها مجموعة من الناس مع رسالة ذاتية لشاعر يحملها؟ يعني هل ممكن أن تلتقي رسالتان في نفس الشاعر، الأولى جماعية والثانية ذاتية؟ هل هذا وارد؟ هذا وارد تماما، هذا وارد تأكيد. الأمر أيضا هناك ما هو ذاتي وهناك ما هو موضوعي، هذا تصنيف معروف عند الأدباء، وقد يتلاقى الذاتي مع الموضوعي بشكل كبير. فحينما تتكلم مثلا أنت كمواطن هجرت أو سافرت أو عذبت أو ما إلى ذلك، هذه التجربة الذاتية هي تجربة للكثيرين أيضا. وحينما تحقق نجاحا ما فهناك الكثيرون ممن ينجحون أيضا، فأنت تعبر عنهم. الميزة في الأدب أنه يعبر عن من لا يستطيع أن يتكلم بنفسه عن نفسه، فهذه هي المسألة أولا وأخيرا. نعم. أنا لا أريد أن يعني أجذبك إلى مربع المشاكسة أو فيه الكثير من المتناقضات والتضادات والخلافات، ولكن هناك سؤال يعني يفرض ذاته علينا في هذا اللقاء، وأنت صاحب التجربة الشعرية الواسعة، باعتقادكم دكتور سيد، هل أنت يعني مقتنع أو مؤمن أو متزمت أو بين معترضتين متطرف لفكرة المدارس الشعرية، أم أنك تنتمي لفكرة الجمال أيما كان وفي أي إطار وفي أي شكل؟ أيا كانت الأطر الجمالية الموجودة فنحن نكتب فيها. أنا يعني أكتب الشعر العمودي وأكتب شعر التفعيلة وأكتب الموال المصري وأكتب الشعر الغنائي المصري وأكتب العامية المصرية وأكتب المسرح الشعري، وأحب قصيدة النثر ربما لا أستطيع كتابتها، يعني هي فوق قدراتي. فالأديب لابد أن يكون منفتحا، حتى إن لم يجد نفسه في إطار ما لا يعارضه. هذه مسألة منتهية. الأديب الذي يضع نفسه بين قوسين في إطار التزمت والتطرف لفكرة معينة، لا أعتقد أنه أديب على الإطلاق. يعني نعم. المسألة هكذا، المسألة أننا نحاول أن نعلم الناس كيف ينفتحون على الآخر، فكيف ننغلق أصلاً على أنفسنا. لم نكتفي بما لديك من جمال دكتور سيد، ولكن دعنا نذهب أنا وأنت والسادة المشاهدون الكرام إلى استراحة شعرية من خلالها نتعرف على شاعر آخر، ما رأيك؟ فليكن إذن. مشاهدينا الكرام، إذا نخرج الآن وإياكم إلى فقرة قصيدة للوطن نتابعها، ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من حلقتنا، ابقوا معنا. معي أرض وبي قلق
خلعتهن لأمشي كالرياح سدى، زادي من السفر البدعي أسئلة جوعى وأجوبة لم تكتشف أمدا. لكل شيخ براق ظل يرشده، ولي براق سيجري في دمي كمدا. سئمت مصدمة الأولى وسحت أن أغنو إلى الدرع غير الدمع لن أجدا. عند الدجا قمت نحو النور منتشلا ما بين قوسين أو أدنى سيوف هدى. عند الدجا قمت نحو النور منتشلا ما بين قوسين أو أدنى سيوف هدى. يسيل مني دم دمع وقافية وأحرف مرة تدنو لأبتعدا. يسيل مني دم دمع وقافية وأحرف مرة تدنو لأبتعدا. تمر بي صورة الأولى أخاطبها تقول موعدنا في اللحظتين غدا. هناك حاولت أن أحيا بلا وجع فقال يا صاحي كنا قبل أن تلدا. تمر بي صورة الأولى أخاطبها تقول موعدنا في اللحظتين غدا. هناك حاولت أن أحيا بلا وجع فقال يا صاحي كنا قبل أن تلدا. بحثت عني مليا في جوار دمي فلم أجد غير طيف كان لي جسدا. بنصف عين أرى الدنيا مسافرة والنفس تهرب حتى لا أرى أمدا. وعندما استيقظ الألواح نحو غد غد جميل فحظي ها هنا رقدا. وعندما استيقظ الألواح نحو غد غد جميل فحظي ها هنا رقدا. أرجوك يا رب هذه الأرض مشكلة أكلما اشتد جوعي ألتقي زبدا. يا رب هذه الأرض مشكلة أكلما اشتد جوعي ألتقي زبدا. شوقي سيبتكر المنفى وثم يرى حجم التناقض في التكوين محتشدا. شكرا لكل الذين استنزفوا ألما وكل من صنعوا من خيبر أحدا. لكل الذين استنزفوا ألما وكل من صنعوا من خيبر وحدا. قدمت كي أعصر الليمون في قلقي حاولت من حيث قلبي يعصر الكبدا. قدمت كي أعصر الليمون في قلقي حاولت من حيث قلبي يعصر الكبدا. في عتمة الأرض كم فجرت قنبلة من الحنان لأعطي للفضاء مدى. حيا الله أهل بلاد الرافدين، حياكم الله يا عشاق العربية ولغة الضاد في كل مكان، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات ضيف هذا العدد من برنامج بيت القصيد عبر سكايب معنا من جمهورية مصر العربية تحديدا من محافظة أسيوط الشاعر الجميل دكتور سيد عبد الرازق. دكتور سيد، هل سبق ويعني جذبك التفكير فيما يخص مهنتك التي تعملها والشعر؟ هل ثمة قاسم أو رابط مشترك تضعنا فيه؟ تفضل. ربما ستتعجب كثيرا حينما تعلم أنني طبيب بيطري. القاسم المشترك الذي يجمع بين الشعر والطب البيطري هو محاولة سبر أغوار النفوس. حينما تتعامل مع تلك المخلوقات الضعيفة التي لا تستطيع أن تنطق بآلامها
هذا يدربك كثيرا على الملاحظة، فتعرف أين يكون مكمن الألم. هذا ربما يشترك أيضا مع الشعر في أنك تسبر أغوار النفوس وتعرف مواطن الألم وتستطيع أن تتعامل مع هذا الألم بشكل كبير. أحسنت باصطيادك هذا الوصف، والله أكمل، وصف مبدع. عزك الله، ربما يكون هذا هو القاسم المشترك بين مهنتي كطبيب بيطري وبين كتابتي كشاعر. أيضا محاولة التخفيف عن الناس وعن تلك الحيوانات التي عزكم الله يعني لا تجد الفهم الصحيح في التعامل معها. الكثيرون من الناس أيضا لا يجدون من يتعامل معهم بفهم وبعمق. ربما هذا التدريب على الصبر وعلى اقتفاء الفكرة حتى تصل إلى التشخيص الصحيح من هذا الحيوان الأبكم الذي لا يتكلم، ربما دفعني هذا الصبر أيضا. نعم. إلى الصبر للكتابة في القصيدة حتى أضع اللفظ في معياره الصحيح في الجملة الصحيحة التي حينما يتلقاها المتلقي يكون على قدر كاف من التجاوب معها. بعد هذا الملخص الذكي لسيرتك المهنية الشعرية والقاسم المشترك ما بين مهنتك كطبيب بيطري وما بين الشعر الذي تكتب وتبدع فيه، بعد هذا نريد نصا شعريا جديدا. ماذا ستقرأ علينا هذه المرة؟ هذه المرة سأقرأ أيضا أمرا متعلقا بسبر أغوار النفوس، ربما بالماضي أيضا، والجمع بين شاعرين كبيرين داخل قصيدة واحدة، هما الشاعر شارل بودلير الفرنسي المعروف والشاعر الأمير عبد الله بن المعتز الخليفة لمدة يوم وليلة. إلى القصيدة إذن، تفضل. القصيدة وجع ثلاثي الأبعاد. يا الله. وكنا ندام الليل، وكنا ندام الليل يا كأس خمره، ثلاثية أوجاعنا بعد غدره، أمير دعاه الموت يوما وليلة، وآخر مفتون بأزهار شره. وكنت وكان الوقت ينساب بيننا حديثا طبيعيا على رغم سكره، يقول أبو العباس رافقت كاغدي إلى طبقات من جحيم بشعره، كأني دانتي، غير أن جحيمه تساوي بمقهى كاغدي بعض جمره. أنوء برومانسيتي مذ جعلتني نشازا غنائيا بألحان نشره. لعلك تعني جين بودلير قالها، وفي كفه البربون تودي بسره، ستعشقك الأولى إذا كنت شاعرا يعلق نهديها على جيد سطره، فتى برجوازيا وقد يشرق الأرض ليحظى بقدره، يخاطر أنثى في النخام عائدية رقصاتها ويلقي بسره، معادلة أم أثبت العمر ضدها، فأقصى طموح المرء إخفاء عهده. فقلت يا الإنسان، قلت لا أرى، وألجأني صوتي إلى قاع فكره، فصاحبي الآن نبيا وكيائه قط علي. ليتك تعيد البيت الأخير لأن الصوت على ما يبدو أنه كان متقطعا قليلا، ليتك تعيد البيت الأخير مجددا دكتور سيد، تفضل. فقلت أرى الإنسان، بل قلت لا أرى، وألجأني صمتي إلى قاع بئره، أرى صاحبي الآن مجا مركبا وكيمياؤه تقضي علي بهدره. أنا لست مرئيا، جنوب مؤرق وراء شمال الشمس يلقي بمهره، يجرب مضمار الفحولة بينما سحاقية الأضواء ترضى بغيره، ولا عرش يبدو كي يقامر، ربما إمارة هذا الشعر
لجره ويعجز عن جعل الحياة إلهة تخط ببوهيمية سفر عمره. أنا نمطي غير أني في عالم موازن أجر العمر من شيب شعره وألقيه للفوضى فيذكر ماده شنيق يغزو جوه بعد أسره. صمت طويلا فاستباح الزجاج وقر إلى شعره سوء قصته ونادل مقانا يمت بدفتره ليس معي غير التطهير وبحر. والله بعد هذا لست نمطيا وإنما أنت حالة نادرة الوجود، حالة شعرية تستحق أن يشار إليها ببنان من ضياء. دكتور سيد، أريد أن نذهب إلى حديث مختلف قليلا. التجربة الشعرية في المسرح تكون مختلفة عن الشعر الذي يكتب سواء في دواوين أو عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وذاك باعتقادي الذاتي كمتلقي ذاك، لأن الشعر الممسرح أو الشعر المسرحي ربما يكون أقرب إلى العوام والبسطاء من الناس، كونه يعني يقدم الصورة مع الحركة مع النص. حدثنا عن هذه الفكرة ومدى اقتناعك بما يقول أصحاب هذه الفكرة أن المسرح الشعري ربما يكون أقرب للناس ويلامس أوجاعهم أكثر من الشعر العادي. هو بالتأكيد حينما يعني يتفاعل الإنسان بأكثر من حاسة يكون استنباطه للأمور أعلى بكثير، هذا أمر معروف. يعني القصائد الشعرية ربما تسوقنا إلى نوعية معينة من المتلقين من الجمهور العربي، إنما المسرح الشعري تتوافر فيه الكثير من العوامل الأخرى التي تخدم الموضوع بالإضافة إلى النص أو بجانب النص. ليس النص وحده هو من يسوق في المسرح الشعري، إنما أنت تتعامل مع حركة، مع موسيقى، مع ديكور، مع إخراج، مع الكثير من المؤثرات الأخرى التي تستولي تماما على حواس المتلقي. لذلك يجب أن يكون الكتابة في المسرح الشعري تحديدا ليس مثقلا بما تثقل به القصيدة داخل الديوان، بل لابد أن يكون مبسطا رغم أنه لا يتخلى عن فنيته، هذا أمر يعني متفق عليه، لا يتخلى الشعر عن فنيته، لكنه يحاول أن يبسط الحوار المسرحي لكي يتفاعل معه المتلقي العادي، بالإضافة للمؤثرات الأخرى التي ذكرتها لك، وبالتالي وبالفعل يكون أقرب إلى شريحة كبيرة من الجمهور عن القصيدة المكتوبة داخل ديوان. نعم دكتور سيد، ربما كان هناك العديد من الدول الأوروبية، أذكر على سبيل المثال الحصر منها إسبانيا، إيطاليا، رومانيا، وربما ألمانيا وبريطانيا كذلك، اهتموا كثيرا في مشروع وموضوع المسرح الشعري وفق الأسس الشعرية التي يكتب عليها الكتاب في الغرب. باعتقادكم لماذا لا نجد هناك يعني تسليط ضوء واسع على المسرح الشعري في المنطقة العربية، ولا نجد الكثير من مثل هذه التجارب؟ هل لأنه لا تتوفر وسائل مشجعة للكتاب مثلا، أم أن هناك أسباب أخرى من خلالها ممكن أن نعالج وصول هذه المشكلة؟ الطريقة للعلاج دائما تبدأ بالتشخيص. التشخيص يقول أن ليس الكثير من الشعراء يتماس مع المسرح بشكل كبير. نحن الآن في مواجهة أمر في غاية الخطورة، وهو أن الشاعر يتخصص أو الأديب يتخصص بشكل معين فيما يكتب فقط، يعني الشاعر لا يقرأ إلا شعرا، والقاص لا يقرأ إلا قصصا، والروائية أصبحت الأمور الآن للأسف الشديد، وهذا أجابهه كثيرا مع شباب المبدعين. نعم. المسرح الشعري كما ترى هو مزيج بين أمرين، بين المسرح وبين الشعر، والشعر هنا يقوم مقام النثر في كتابة الحوار المسرحي الذي سيؤدى على خشبة المسرح، وبالتالي لابد لمن يكتب الشعر أن يتماس مبدئيا مع المسرح، فإذا لم يكن هناك له معرفة بالمسرح سيكون الأمر جد هزلي، يعني سيكتب بعيدا عن خشبة
وهو لم يعرف عنها شيئا. انا لم اكتب ايضا، انا يعني لم اكتب المسرح الشعري الا بعد ان تداخلت مع المسرح بكتابة بعض الاشعار لبعض المسرحيات، وايضا التدقيق اللغوي لبعض المسرحيات المتكلمة بالفصحى. هذا ساقني الى ان اقرا في المسرح وان اتعلم تكنيكات الكتابة في المسرح، وهذا ما يجب على الشعراء ان يتعلموه اذا ارادوا ان يكتبوا في المسرح الشعري. فانت لا تكتب في مضمار لا تعرف عنه شيئا. ايضا المسرحيين او المسرحيون ربما يكونوا مسرحيين جيدين جدا على مستوى كتابة المسرح، لكنهم لم يتمسوا مع الشعر. رغم أن بعض يمتلك القدرة والموهبة على كتابة الشعر، لكنه لم يجرب هذا المضمار. أيضا من الأمور التي يجب الإشارة التي تجب الإشارة إليها أن تشجيع هذا النوع من المسرح ليس كثيرا. يعني أولا لك كمشارك في فرقة مثلا تابعة لأحد فصول الثقافة أن تدرب الشباب المسرحيين على التكلم باللغة العربية الفصحى، فضلا عن ذلك أنت ستدربهم على كيفية تحويل هذا الشعر إلى أسلوب حواري على المسرح. هذا أمر صعب للغاية. نعم. صدق جابهت مثل هذا الكثير. الفرق الآن الأمثلة التي تقدم أمامها هي المسرح التجاري السهل المضحك، النكتة التي تصل إلى الجمهور فتفاعل معه يضحك، فأن تعلمه أن يتكلم الفصحى ثم الكلام. نعم، ربما الكلام، أعتذر منك دكتور سيد، ربما الكلام في هذا الموضوع يطول ويحتاج إفراد حلقة خاصة للمسرح الشعري، ربما من أجل التنظير إن صح التعبير والتسويق لهذا الأسلوب، خصوصا لمن يرغبون بصبر غور هذا الفن الجميل من الشعراء والراغبين بتعلمه والتدرب عليه. أنت احتجت إلى مرحلة انصهار، قلت أنك عملت بالتدقيق اللغوي إلى جانب كتابة أشعار خاصة بمسرحيات، واقتربت من المسرحيين وعملت معهم عن قرب، ربما أخذت التجربة منك سنوات طويلة حتى بدت تكتب المسرح الشعري. عموما دكتور سيد، أنت الآن أمام تحدي كبير، وهو أن تختار نصا شعريا لقراءته على أن يكون قريبا وملامسا للمتلقين الذين يتابعونك الآن. تفضل، لك المنصة والمنبر. النص القادم هو لسمائه الأخرى يعود. هذا الفتى العلوي عانى قطينه مذ أنبتت أوجاعه يقطين، يمشي على ماء النبوءة كلما لاحته نار أدار سفينة، ألقاه شك ما لشاطئه الذي من فلسفات الرمل صاغ يقينه، عريان إلا من حقيبة حزنه عبر الغياب مدينة فمدينة. الله. ويقطر عمره نوستالجيا حتى أراق من الحنين وتينه، عيناه ترجمة لأول عابر هرمت خطاه ولا تزال سجينة، لا حبر يكتبها فملمح زرقة يكفي لينقش في الغريب حنينه، أيامه عبراته فكأنما مقدار ما يبكيه يريق سنينه. تهفو إلى الشطآن تحمل طينه فيباشر البحر القديم عجينه، وتبدل الأمواج نكهة دمعه ويتبل الملح النبيل أنينه. كانت له امرأة تحلل ماءه لتعيد فوق ضلوعها تكوينه، صحراؤها خدعت طاق الدينه حتى تعمت بالهجير معينه، ضجر من الأرضي يسكنه رأى فيها سماء ما كمسجبينه، أهدى لها الأسماء نفخة روحه أضاعه جنات جبرينه، وغدا تمزقه الجهاز ولا يقف وطنان سوى أن أثقل تلقينه، فالماء يكون الانعكاس وكل مضر
بدل هذه. ليتك تعيد البيت الأخير لأن الصوت تقطع قليلا. تفضل أعد البيت الأخير فقط وأكمل القصيدة. والماء والماء يدمن الانعكاس، فكلما مرت به الفرشاة بدل دينه. بدأت الأعراف حيرة نسلها، فلأي ناريها تقود يمينه. سئمت فألقت للخيال عيونه، ليقيم فوق النار الجينة. عبرت إليه من الخيال حقيقة، ليظل في الوهم اليقين رهينة. لم تبتدئ كفرا يخلد ذكرها، إلا تعمد وحيها تضمينة. قالت له اقرأني ثانية، فانطرى يكدو على شفة الغرام مئينة. كم كورة تكفي لتذبح عاشقا، وبأي رب أقنعت سكينة. يا الله، لا تقسمي للريح خبز رماده، البحر أولى أن يضم جنينه. فدعيه للأبد تكمل نقشه في شطها، كي نقتفي تدوينه. الرمل أوفى ما يكون مؤرخا، والماء أصدق ما يكون قرينا. لفظ فوك دكتور سيد بعد هذه الجرعة القادة من الجمال، لابد أن نذهب إلى فاصل، ما رأيك؟ فليكن يا حبيب. مشاهدينا الكرام، إذن دعونا نذهب وإياكم إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من حلقتنا، ابقوا معنا. نجدد الترحاب بكم سادتي المشاهدين، حياكم الله. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، ضيفنا عبر سكايب من جمهورية مصر العربية، معنا من أسيوط الشاعر الجميل دكتور سيد عبد الرازق. دكتور، أهلا وسهلا بك من جديد. أهلا بك ومرحبا يا دكتور. للتوضيح وبسبب ضيق الوقت، أمامنا قصيدة ثم سؤال ثم قصيدة ثم ختام. إلى القصيدة مباشرة، وحبذا لو كانت قصيرة حتى يكون الوقت الباقي كافيا لقادم الأسئلة والنصوص، تفضل. حسنا سيدي الكريم، القصيدة عنوانها في شهوة فيه، وهي قصيدة غزلية. تفضل. عودي فكل الليالي الغيد تكتحل، عودي فكل الليالي الغيد تكتحل، والشمس ما أفلت من أجل من أفلوا، ولا يزال اجتراح البعد أنسنة للانتظار، فقد ينمو وينفعل، ولا تزال الصبايا رهن معركة إذا تناوشهن البوح والخجل والريح. ما الريح إلا زفرة امرأة باتت يقلبها التحنان والخجل، والسحب كراسة بيضاء تحضنها بنت مراهقة يلهو بها الغزل، تمشي وزوج حمام فوق ضلعها لو ما رسى فتنة التحقيق. ما العمل؟ وكل شيء طبيعي عداي أنا، تقاذفتني على أسواكها السبق، أنا بغيرك طفل كل مرضعة تضيق صدرها حينا وتعتزل، أعتابي العاشقون نازفن رؤى نافذاتي شجون بثها أمل، فلم يبق لإبتائي يمرأة. لعلك تعيد البيت الأخير يا دكتور مجددا، لعلك تعيد البيت الأخير بسبب المشكلة ذاتها، وهذه ضريبة
النقل عبر سكايب في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها وإياكم، نسأل الله أن يعافينا وكل أحبابكم ويعافيكم أيضا. أعد البيت الأخير ولك أن تكمل القصيدة، تفضل. أعتابي العاشقون النازفون رؤى ونافذاتي شجون، بثها أمل عودي فلم يبق لي إلا كي امرأة في ريقها سلسبيل البوح يغتسل. حطي على الصدر نامي نوم عاشقة لا تخجلي من شفاهي إنها قبل. أسأل الله أن يتقبل صيامنا وصيامك دكتور السيد. وأخذك الآن إلى سؤال أريد له إجابة تمثلك لا إجابة عامة. كيف وما هي الطريقة التي ينبغي على كل شاعر أن يعني يتبناها ويتأساها حتى يضمن لتجربته الشعرية الخلود؟ ماذا يفعل؟ ما الذي ينبغي عليه فعله؟ أولا أن يطور نفسه كل يوم، ثانيا أن يبحث عن الجمهور الذي يتفاعل معه، ثالثا أن يستغل كل ما هو متاح من وسائل للوصول إلى هذا الجمهور، رابعا وخامسا وسادسا أن يتصل بالشعراء وبالأدباء في هذا العالم المعاصر حتى يطلع على تجربهم ويحاول التفوق عليها. أحسنت يا دكتور. هل الشاعر متمرد بطبيعته؟ هل الشاعر مشروع حرية لنفسه ولغيره ولمن سيقرؤون قصيدته عاجلا أم آجلا؟ هل يمكن ذلك؟ نعم نعم، وسأعطيك في هذا رأي من هو أعلم مني، الناقد الفرنسي سانت بيف حينما تكلم عن كل شاعر وعما حازه قال إن لامارتين حاز السماوات وفيكتور هوغو حاز الأرض وديموسي حاز الفتنة والعربدة الظاهرة ولبراد حاز الغابة الممطرة، ولهذا كان على بودلير أن ينحى منحا جديدا فيتكلم عن جماليات السرور. الشعر لابد أن يبحث نوعا مساحة خاصة يتفرد بها، ولهذا يكون تأثيرا أعمق على المتلقي، هذا ما نحاول صنعه. يعني أعي جيدا بحكم معرفتي القريبة بك جدا، أو يعني معرفتي وكوني أنا يعني أعرفك معرفة قوية دكتور سيد، أعي جيدا أنك منفتح على العلوم الأدبية الشعرية الغربية بشكل واسع، ولكن قد يقودنا هذا إلى سؤال يعني يفرض نفسه أو يدس أنفه في هذه الحلقة، هذا التساؤل. قد يسأل سائل سواء من مصر أو من خارج مصر، من الشاعر المصري؟ ليس شرطا أن يكون شاعرا معاصرا، ربما من الشعراء القدامى الذين مروا على الخريطة الشعرية المصرية ويحبه أو تأثر به. سيد عبد الرازق، هل لديك وقت في الحلقة حتى أقص عليك كل أسمائهم؟ نكتفي، دعنا نكتفي بشاعر إشكالي أو شاعر فجر صدمة إيجابية داخل تجربتك الشعرية الخاصة إنسانيا وشعرا وشعريا. أكيد بالتأكيد أمل دنقل مرحلة في حياة كل شاعر. أحسنت. أمل دنقل شاعر رهيب، شاعر رائع. أمل دنقل من عالم أستطيع أن أسميه عالم ما قبل انفتاحي على الأدب، يعني إلى مرحلة أخرى من تجسيد نفسي وتجسيد الآخرين داخل أعمالي. أمل دنقل مرحلة مهمة جدا 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 لكل شاعر صراحة، يعني ليس فقط كل شاعر مصري وإنما كل شاعر. صحيح صحيح، أمل دنقل مرحلة لا يمكن تخطيها بسهولة. نعم أحسنت. وفي هذا الموضع والحديث عن أمل دنقل، الحديث له شجون، سمعت مؤخرا أن زوجته طبعت مجموعة من نصوصه التي لم تقرأ ولم تنشر من قبل، وقيل ما قيل بالطرف التي يتناقلها كثير من الأدباء أن مدير تحرير في إحدى الصحف طلب من صحفية إجراء يعني مقالة عن شاعر راحل، قال لها اسمه أمل دنقل، فحينما عادت إلى رئيس التحرير قالت له لا أعلم لماذا كلما بحثت عن الشاعر أمل دنقل فتخرج لي صورة رجل ولا تخرج لي صورة امرأة بحكم أن اسمه
أمل. دكتور سيد من جديد، والوقت ضيق علينا ولكنه واسع أمام القصيدة الختامية. مسك الختام، ماذا ستختار؟ تفضل. بما أنه مسك الختام فلن أستطيع أن أقول نصا طويلا، فسأقول نصا موجزا باسم الشعراء. تفضل. لنا ثقة الحواريين، نرجو عشاء الله والحب انتساب. لنا كاس الحقيقة، خمر قانا وخبز كفافنا والاغتراب. كأن قد خلقنا من جذوع ليصلبنا على الورق العذاب. الله. أبونا لم يعد ربا، ولكن سنؤمن بالذي أوحى الغراب. سنبني 1000 بابل ثم نمضي، لأن الرب أغضبه الخطاب. لمريمنا انتباذ مشرقي وقد تئد المسيح، ولا تعاب. عرفنا الله لكن ما اعترفنا، بأن الشعر للرحمن باب. لأن الشعر للرحمن باب، عسى أن يكون باب خير وصلاح، باب رضا وقبول لنا ولكم. دكتور سيد عبد الرازق من مصر، بإيجاز كلمة للتاريخ من أجل مصر التي نحب وأنت تحب، ماذا عساك قائل من أجل مصر؟ أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبسها ثوب الرشد، وأن يجعلها من الأمم المتقدمة، وأن تستعيد مجدها الذي كانت به سابقة وحاضرة لشتى أنواع العلوم عبر كل بقاع العالم. أسأل الله أن يعيد مصر إلى ما كانت عليه من رفعة وعزة ومنعة يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك الشاعر الطبيب دكتور سيد عبد الرازق، لقد انقضى الوقت سريعا في صحبتك يا حبيب، أعزك الله. أشكرك جزيلا، وأتمنى أن تكون الحياة واسعة وكريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات الجميلة والممتعة. شكرا دكتور سيد. على العين والرأس يا حبيب، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام ما لدينا في عدد هذا المساء الجميل بكم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الموعد دمتم في أمان الله.